من أجل ضمان سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ وإنقاذ حياة الأشخاص، فإن مركز الإسعاف الوطني ينوه بمستخدمي الطريق بأهمية إفساح الطريق لمركبات الإسعاف الوطني. يعمل مركز الإسعاف الوطني بوزارة الداخلية على رفع مستويات الجاهزية والاستعداد والارتقاء بجودة خدمة الإسعاف لتقديم أفضل أساليب الرعاية أثناء نقل المرضى بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لضمان سرعة الوصول إلى موقع البلاغ. لكي تنجح هذه العملية الإنسانية لا بد من تعاون سواق المركبات أثناء مرور الإسعاف، والأخذ بالاعتبار أن سائق الإسعاف يواجه العديد من الصعوبات أثناء حركة الإسعاف، سواء في الشوارع أو عند تقاطع المربع الأصغر وخط الطوارئ. فخط سير سيارة الإسعاف يعتمد على دقائق معدودة وثمينة. الإدارة العامة للمرور تنوهم ضرورة فساح الطريق وأعطاء المجال لمركبات الطوارئ وسيارات الإسعاف بالمرور، حيث يعتبر هذه من المسؤولية المجتمعية اللي يعني الواجب على السائق فتح المجال لسيارات الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. في حال يوجد هناك سيارات إسعاف خلف السائق لابد من عدم الارتباك وفتح المجال من خلال استخدام المؤشر وتغيير المسار وترك سيارة الإسعاف للعبور. ولسائقي مركبات الإسعاف دوراً هاماً في المساعدة للوصول إلى موقع الحوادث والحالات الطارئة والمساهمة في سرعة عملية إنقاذ الأرواح. بالنسبة عن الإسعاف الوطني، يعني المفروض اللي إذا تشوف الإسعاف ونسمع الصيتي أنه يعني نعطيه المجال أنه يطوف، نعطي المساحة أنه يمشي بأريحية، والمفروض أنه حتى في بعض الأفرار اللي نشوفهم أنه يلحقون الإسعاف حق أنه يطوفون بسرعة، فهذا شيء غلط طبعاً. أن كل الإسعاف يطق بريك، يطق شيء مفاجئ، كلش مو بحضاري إحنا نسميه. صعب أن نتعامل مع سيارات الإسعاف بهالطريقة، نحتاج شوي تعاون، شوي تثقيف، شوي توعية على طريقة التعامل مع سيارات الإسعاف. والله أنصح نفسي أولاً والمواطنين والمقيمين في البحرين أن مرور الإسعاف في أي مكان هو مرور لحالة إنسانية حرجة، فلا بد من احترام قانون السير والابتعاد غير الإمكان. أنا الحين من شوي صادني موقف أن الإسعاف كان يبي يطوف وعند الإشارات كانت أوريدي خضراء، طبعاً عطيتها تشانس مجال أنه يطوف، وقفت شوي خففت السرعة على أساس يطوف وطاف الحمد لله، واتمنى إن شاء الله من الجميع يتبع الإجراءات اللازمة. إن وعي مستخدمي الطريق بأهمية إفساح الطريق وحسن التصرف أثناء حالات الطوارئ هو ثقافة مجتمعية تساعد في تسهيل عمل الإسعاف الوطني ويجنب تأخير عمل المسعف والمساهمة في إنقاذ الأرواح من خلال الاستجابة السريعة.